بحال في السوق بحال انترنت، يمكن تشري يمكن تضيع. اسبوع ديال اي كوميرس، اي تجاره يعني البيع والشراء من انترنت. اليوم غنتكلموا من المغرب الى بغيت نشري شي منتوج من الخارج ومن انترنت. باش نشري منتوج من الخارج ندخل موقع الكتروني في انترنت، من بعد ما اختاريت المنتوج اللي بغيت غتجي الوقت ديال الخلاص. المنتوج اختاريته منتوج كاين في الخارج، دخلت الموقع الكتروني واختاريت المنتوج ديالي، دابا خاصني نخلص. نشوفوا كيفاش غنخلص وانا في المغرب والمنتوج في الخارج. ولا بدا من بطاقه بنكيه، وماشي اي بطاقه بنكيه، خاصني نمشي للبنكه ونطلب منهم يعطوني بطاقه بنكيه خاصه بالشراء من انترنت ولكن من الخارج. هنا خاصنا نحضروا بعض الامور ونتعرفوا عليها. اول حاجه بغينا نتكلموا عليها بان مادام غادي نشريو من الخارج خاصنا نعرفوا واش عندنا الحق او لا. لا احنا عارفين كل مغربي اللي كيبغي يسافر خاصو يدي معاه واحد المبلغ ديال الفلوس، وقانونيا هذاك المبلغ ديال الفلوس ما خاصوش يتعدى في العام 40,000 درهم. ولا بغى يسافر مره او لا جوج عنده الحق يدي 20,000 درهم. 20,000 درهم يعني ما يتعداش 40,000 درهم. نشوفوا دابا انترنت. البطاقه اللي تكلمت عليها البطاقه الخاصه بانترنت، يعني باش نشري من انترنت ومن الخارج، مثلا درت فيها 10,000 درهم. السؤال واش 10,000 درهم داخله في 40,000 او لا؟ لا، الا درت 10,000 درهم في البطاقه يعني بقى عندي الحق في الرصيد 30,000 درهم. كل ما شريت من انترنت كل ما كيتنقص ليا بالنسبه للسفر. نرجعوا البطاقه اللي خاصه بالشراء من انترنت ومن الخارج، ما نساوش هذيك البطاقه راه ما يمكنش ليا نستعملها في المغرب. في الطوموبيله وندير ليسانس بلا كارت ما يمكنش، مثلا نمشي للشباك الاوتوماتيكي نخرج الفلوس ما يمكنش، او لا في الريستوران ونخلص الا يعني غير من انترنت. دخل الدار وكوموندي الا بغيتي. ما نساش بعض المصاريف، النقل ديال داك المنتوج اللي اختاريت من اوروبا ما نساش، حيت هو في الموقع راه كاين الثمن بلا ما يحسبوا النقل. هذه من جهه. حاجه اخرى المصاريف يعني الرسوم ديال الديوانه. وحاجه اخيره نشوف هذاك المنتوج واش ممنوع او لا، لان الموقع الالكتروني غيبعث لك من بعد ما تخلص المنتوج، والا حبسوه وقال لك ممنوع في المغرب ما غيردش لك فلوسك. وهذا الشيء كله اللي قلناه راه غير باش تستهلك من انترنت وما تهلكش من انترنت.